في هذا الفيديو القصير يوضح لكم مبدأ عمل الباور سكرو. بالحقيقة الباور سكرو is a machine element used to transform the rotational motion into low speed translational motion طبعا تلاحظ انه يتكون لنا من الباور سكرو اللي يحتوي لنا على النوع الخاص من الاسنان اللي موجودة هنا يتعشق لنا مع نت اللي هذا. لاحظوا عدد الأسنان المتعشقة. لاحظ هنا أنا هذا الذراع اللي انسلط من خلال التورك، وممكن أن يكون هذا بالحقيقة ذراع ممكن نستعرض عنه بمحرك، ممكن أن نوجد مقدار التورك required to raise the load and then multiplied it by omega زين حتى نحصل من عندها قد مقدار الباور. شكرا جزيلا على إصغائكم، بارك الله. أخواتي أرحب بكم مع بدء العام الدراسي الجديد.